السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم تغيير رمز قفل شاشة الايفون من 4 ارقام الى 6 ارقام او ارقام وحروف. الطريقة بسيطة جدا، لكن طبعا بعضكم يستغرب او الاغلب يقول ليش تنزل هذا الشرح. هذه طريقة معروفة وطريقة قديمة، لكن لو تشوفون الرسائل اللي توصلني بعضهم يكون شاري جهاز ايفون جديد وما يعرف الطريقة هذه، فصعب اني اقدر ارد عليه بمجرد تعليق. لازم اسوي على هذا الشيء شرح عشان توصل الفكرة 100%. قبل ابدا بالشرح اتمنى منكم ضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. زي ما تشوفون الحين انا عندي شاشة قفل الايفون، عندي من 4 ارقام، 1 2 1 2، ابغى اغيرها الى 6 ارقام او ارقام وحروف. ندخل على الاعدادات من هنا، بعد كذا ننزل على تاتش اي دي رمز الدخول، يقولك سجل الرمز القديم 1 2 1 2. بعد كذا تطلع لك مجموعة خيارات تختار من ضمنها تغيير رمز الدخول. رمز الدخول تسجل القديم، بعد يقولك هنا سجل الرمز الجديد. إذا تبي من 6 ارقام تسجل 6 ارقام، إذا تبي من 4 ارقام أو ارقام وحروف نضغط على خيارات رمز الدخول، تطلع لك هذه الخيارات. الأول أرقام وحروف، لو نضغط عليه من هنا تطلع لك هذه المساحة. شوف أرقام وحروف، نبغى نغيرها إلى 6 أرقام أو 4 أرقام. زي ما تشوفون رمز رقمي من 6 أرقام ورمز رقمي من 4 أرقام. إذا تبي تغير إلى 6 أرقام، زي ما تشوفون أنا غيرته إلى 4 أرقام. يقول لك الرقم اللي سجلته ممكن من السهل تخمينه، يعني تبي تغيره أو استخدام بأي حال، استخدام بأي حال من هنا وتسجله ثاني مرة. وبعد كذا راح يتم تغيير الرمز من 4 أرقام إلى 6 أرقام. الطريقة بسيطة سهلة. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفي أمان الله.